مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. مجلس الوزراء يعلن عودة الدوري العام 30 مارس بدون جمهور بعد اتفاق بين وزارتي الداخلية والرياضة واتحاد الكرة. وزارة الإسكان تعلن بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديد خلال 3 أشهر من الآن وتخصص لجنة فنية لمتابعته. النائب العام يحيل لواء شرطة ومجند إلى محكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة في واقعة مقتل شيماء الصباغ.